شيخ، قبل قليل ذكرتم أثناء وصاياكم انتشار البدع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت مؤخرا كالواتساب وتويتر، لكن إذا أتتني الرسالة على جوالي وأرسلتها هل أأثم أم لا؟ أقول الناقل لهذه الرسالة، هل أأثم في نقلها حتى إن كانت بدعة أو كانت مثل بعض الأحاديث الضعيفة؟ هل أأثم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يأثم، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا رسالة وجهها إلى طلاب العلم المتمكنين الحريصين على اتباع الدليل، عليهم أن يدخلوا في هذه الوسائل حتى يبينوا للناس شرع الله عز وجل، حتى لا يؤتى شرع الله عز وجل من قبل هذه البدع، فإن المسؤولية عظيمة. الله عز وجل قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يكن طالب العلم في معزل عن هذه الوسائل، هذا واقعنا ولا يمكن أن نفر منه، ومع ذلك علينا أن ننبه هؤلاء الشباب وتلك الفتيات على ما يراد بهم. إذن لما تأتي رسالة وتقول انشر، أو تأتي رسالة ثم إذا بالإنسان يضغط زرا ويرسلها للآخرين، فإنه يأثم. لو قال الإنسان: ما أدري هل هي حق أم باطل، نقول: إحجامك عن عدم الإرسال خير لك وخير لشرع الله عز وجل من أن ترسل. لا. إذا أردت أن ترسل، وإلا الحمد، هناك علماء وطلاب علم عندهم واتساب، بإمكانك أن ترجع إليهم وتقول: هل هذه الرسالة فيها محظور شرعي أم لا، حتى تبرأ ذمتك. أما ما يأتيني من رسالة أرسلها فورا إلى من هم عندي، فهذا من الخطورة في مكان، وهذا يتحمل ناقله ويتحمل راسله الوزر كما هو حال الأول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جاءت رواية عند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذه رواية أتت لتبين أن من لم يبتدع وإنما نقل البدعة وعمل بالبدعة وهو لم يحدثها ابتداء، فإنه داخل في ضمن هذا الذم وهذا الوعيد.